السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، راني جبت لكم البث نتاع جمال بالعمري البارح اللي داروا مع أحمد كورة، مع هذا الإنسان هذا دار طلعوا في الجست يحكيو. خرج هذا حبيبنا هذا، شوفوا واش قالوا من بعدك نعاودوا البث نتاع جمال بالعمري، تفرج شوفوا واش قال. لكن الحقيقة التي يجب أن يعرفها الكثيرون هي أنه بالماضي كان في بث، أو جمال بالعمري كان في بث مباشر وصرح قائلا بأنه في مباراة كولومبيا كنا نلعبوا بلا جرينتا، كنا نلعبوا بالحرارة، وجمال بالماضي قبل المباراة قال لهم كاين 60,000 متفرج، ما كاين لا طافتيك لا والو، نلعبوا من أجل هذا الشعب. وهذا نوع من الدعم النفسي للاعب، باش توصل أنه تحرف الرسالة، باش توصل أنه تدي نصف الكلام وما تديش المقطع كاملا، فهذا يا أخي دليل على أنه رسالتك الإعلامية مشكوك فيها، باش ما نقولش كلام آخر وباش ما تهجمش على بعض الزملاء، مع كل احترامي لهم. هذا خوتي الجزائريين طبقوا عليه الأغنية نتاع راهو مقنوط راهو زعلان دير الفليطوكس روح الذبان، مقنوط صديقي عجنا كيما حبيت وسوقا في واد كيما حبيت، ياك شايف تا مقنوط من جمال بالعمري وجمال بالماضي، ياك شايف نروحو نشوفو واش يقول جمال بالعمري على جمال بالماضي. اتفرج الفيديو وما تنساش دير جام. ماشي كاع الناس تفهمني في هذه الهضره، مي خمم شويه تفهم. ما كنت ندخل في السوجي ديالك ناسيون ما نخرج، خلوني نحكوا على بالماضي. انا اليوم انا نحب نشكر بالماضي، ما يجري كيف كاين الناس تزعف دوك هذوك الجماعه اللي من هنا تزعف. ما تو خوتي واش قال جمال بالعمري، الجماعه من هيك تزعف راهي زعفانه مقنوطه، واش راح نقول لخوتي؟ نكملوا الفيديو مع جمال بالعمري. كنت مثال راك تهضر على بالماضي زعماك تشكر فيه، تقدر تنوض غدوه تلقى واحد بعث لك ماشي يقول خساره عليه، شغل زعما قطعت فيه عباك تهضر على بالماضي، شغل زي شغل توشيتهم هما. والله عصير في قبلي كبير عطاهم من الاخر، والله مقنوطين قال لهم بالماضي جمال بالعمري من الاخر، كي تهضر على جمال بالماضي كي شغل يتزيروا وك شايف كي شغل تخنقهم. والله كملت مع جمال وش يقول اليوم يذلوا، تفرج الفيديو تفرج. نهضر عيد بلي بالماضي مور كوب افريكا، انا نقول لك راهي بلي كان لازم ميرا صح، ولخص لك نقول لك صح، نقول لك حاجه جمال، نقول لك لي انا مونترينور باش ينجح ليكيب ناسيونال، الحاجه الاولى مونترينور اللي يعرف يموتيفي لي جوار، مونترينور اللي يعرف يمد كونفيونس لي جوار، اللي يعرف يشكر كيفاش يهضر مع لي جوار في ليكيب ناسيونال. لو شفت هذا هو مونترينور اللي ينجح في حالي لوزيتشي كي هضرت هكا احمد، اقسم بالله العظيم غير خطر نلعبوا لا كولومبي كان ما كاش طاكتيك، تدخلوا ربحوهم دبروا راسكم، شوفوا لي سيبورتر تاعكم 60,000 تدخلوا تربحوهم، شغل مشات ليكيب كي كنا في البث. حطوا السيرفر تاعكم جمال كون لاعبين بزاف كيف كيف. يا جمال انت قلتها هاك، غادي كاين ناس يقول لك كان يربح زهر بلا تاكتيك. لا 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 ماشي بلا تاكتيك، عباك وشنو بلا تاكتيك؟ انا فهمت كاين الناس تاولها عادي بلا تاكتيك في الفيستير، زعما هذاك الطابلو اللي يديروه كاع كاين لي زونترينور يدير طابلو بصح يخسر 5-0 ويكتب له ورقه ومنا فهمت، بصح جمال بلا تاكتيك، تاكتيك كنا نخدموها في الصاد نيفو دو كونفيونس يقولوا لك نخدموا في لونترينمون، يعني نخدموا في لونترينمون خويا 35 ماتش 35 ماتش حبيت ما حبيتش ما كاش اللي يدير ركور بالماضي افضل مدرب في تاريخ الجزائر حبيت ما حبيتش تكرهت الله يسهل عليك، الميور اونترينر في ليستوار تاع الجزائر سي جمال بالماضي، واحسن واحسن شخصيه رياضيه محبوبه من طرف الشعب الجزائري جمال بالماضي، وهذه اللي تجيني بزاف الناس وصلت على النبي الفاهم يفهم. انا ما فهمتش علاه يجينا ومن جمال بالماضي بورتو براحه راح زعما يولي اونترينر في الترجي التونسي ولا بدل حتى راي واك شايف، توسوس جمال بالماضي توسوس لهم واك شايف، يديروا كلش العبادات واك شايف خوتي، هذه هي الشكامه هذا على بالك لازم منها من القرمه. هذه عبد القواد هذا كارثه. المهم خوتي ربي يحفظكم، وصلنا نهايه الفيديو، ما تنساش دير جيم كومنتير تخلي اشتراك باش يلحقك الجديد. سلام.